أعلنت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمية عبير عطيفة أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة للغاية، مشيرة إلى أن هناك 130 مخبزا توقف عن العمل تماما بسبب نقص الوقود. وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة العمل لإدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة. وتطرقت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إلى أن هناك صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق جراء التصعيد الإسرائيلي.